قديما كان ساحة البرج هي نص البلد، كانت روح البلد، كان منها تمتد وتنبسط الأسواق والسينمات والمسارع والمقاهي وحركة البلد وحياة البلد بالليل وبالنهار. وكانت الأسواق الآن الممتدة حتى باب إدريس ومنه كانت كلياتها امتداد لساحة البرج الآن اللي شبه فارغة تقريبا بوسطها. كان هون كل شيء، ساحة البرج كانت هي تقريبا كل البلد، منها يمتد تمتد الأسواق الأخرى والحركة الأخرى والحياة الأخرى. وكانت الحياة مستمرة 24 ساعة بالبلد، مش مثل اليوم بالنهار حركة وبالليل سكون بعض المسارح العابرة أو بعض أمكنة اللهو العابرة. اليوم كانت بتلك الأيام مستمرة بدون انقطاع وبالليل أكثر من النهار. وكانت الحياة يعني ممتدة على امتداد الأسواق وساحة البرج والبلد كله، لأنها كانت مأهولة، كان في سكان، كان في مكاتب مليئة، كان في مؤسسات، كان في شركات، كان في معامل، كان في مصانع، كان في محلات تفتح ليل نهار، كان في ملاهي كتير وبارات كتير ومسارح كتير وحجق كتير وسواح كتير وناس كتير. إذا كانت ليل ونهار الحياة مستمرة وموجودة بساحة البرج بالوسط البلد. اليوم صاير قطاعات قطاعات، وبعدين ما عادت في هيك الوسائل اللي بتخلي الحياة مستمرة 24 ساعة على 24 ساعة. أنا اسمي إبراهيم طويل، مصور صحافي بجريدة النهار من سنة 1973، يعني بلشت أشتغل بجريدة النهار قبل ما نبلش الحرب اللبنانية. وبتذكر كان اللي بنقول له هلا داون تاون، كنا نقول بالزمانات ساحة البرج، نزلنا ساحة البرج. بتذكر كانت ساحة البرج بالزمانات بتختلف من ناحية، أول شيء شعبية، كانت تعجب الناس والحياة والعالم، كان في باب إدريس وسوق السمك وسوق أياس، ويعني كانت تختلف كليا عن داون تاون هلا، ما فيها الكلاس اللي موجود، كانت كتير شعبية، كان في اللي بيحملوا على ظهره العتالة واللي بيبيعوا كيس يقولوا كيس كيس، كان في السينمات الحلوة تنزل نحضر سينما أمبير وراديو سيتي، وكان فيها المطاعم الشعبية الفول وما الفول، وبتذكر في الأبتلين. من ناحية الصور، شو الفرق بين الصور القديمة والصور الجديدة؟ أول شيء كان في كتير ناس أكتر كانت تعج بالعالم، يعني كنت إذا بدي أخذ فوتو أنسوليد صور هيك طريفة، كان عندنا شواء أكتر، يعني ننزل نتمشى نلاقي كتير فوتو أنسوليد هيك طريفة تعبر عن كونتراست معين أو شيء. هيك البرج والبرج، هيك الأسفل والأسفل،